متابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. مساء الخير عليكم. ما كتحضر معنا هذه الأجواء ديال طنجة بعد الفطور، وتكون لنا مازال خاوية الشوارع ديال مدينة طنجة خاوية. حاليا حنا كنتواجدو في مرابطة، متابعي قناة شوف تي في كما كنتو معنا هذه الأجواء في مدينة طنجة من بعد تقريبا ساعة من مور الفطور. بصحة فطوركم، بصحة كتلاحظوا معنا يعني الشوارع ديال مدينة طنجة حاليا مازال خاوية، قليل اللي خرج اللي كيدور دابا غير الناس اللي كانوا كيفطروا في الزنقة، يعني ما قمع عمرو الدنيا. هاد الشارع هذا فاش كتعمل بيت 11 12 كتلقاه مبلوكي، يعني كما كتشوفوا معنا دابا واحد الشارع خاوي حاليا بصفة نهائية، قليل الناس اللي كيدوزو. احنا حاليا قراب من الكورنيش مالباطا، يعني هذا هو الكورنيش ديال مالباطا، ونعاودو لتحت شوية تما كاين الكورنيش ديال بلايا ومارينا غنية عن التعريف. إذن متابعي قناة شوف تي في حاليا وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر كما شفتو معنا أجواء من بعد الفطور. نتلقاو في بث مباشر آخر.